غلاء المعيشة والرواتب المحدودة بدد حلم التونسيين بشراء منزل العمر، أو كما يصفه التونسيون بمقبرة الحياة. وبعدما أصبح امتلاك مسكن حلم صعب المنال، لجأ التونسيون إلى الإيجار الذي أصبح هو أيضا بالغ الصعوبة بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة لرواج هذا السوق. وفي السابق كان شراء مسكن من أولويات الأسر التونسية، وكانت أول خطوة يفكر فيها المواطن التونسي بعد الحصول على وظيفة هو السعي لبناء منزل أو شراء شقة. حلم المواطن التونسي منذ الولادة باش معناها يأسس، احنا نقوله بالعامية معناها باللغة التونسية، قبر الحياة، اللي هو يأسس مسكن منذ الولادة للعائلة تفكر معناها. واليوم هذا الحلم هذا ولا صعيب باعتبار ما معناها الكلفة قلنا ارتفعت، والقروض معناها كيف ارتفعت الكلفة متاعها. كما أصبحت التكلفة الحصول على قرض بنكي لتمويل شراء منزل باهظة جدا، إذ تصل نسبة الفائدة إلى 13%، وهو ما يضطر الكثير من التونسيين لمواصلة التنقل بين المنازل والشقق. حتى المشروع الذي قدمته الحكومات المتعاقبة من مسكن الأول، الموظفين وخاصة أن البنوك تقتضي التسجيل والترسيم قبل منحك القرض. اليوم معنا أغلب الموظفين وأغلب الطبقة الوسطى معنا عايشة بالكراء، سواء معناها لي زابارتمون غاليه برشا، زاد راهو ما ننساوش حاجه، راهو شركات العقارات هذه ساهمت في غلاء الاسعار. وسجل ايجار الشقق الفارغه زياده بنسبه 10% خلال النصف الاول من عام 2022، وبلغ الطلب على الايجارات 6 أمثال المعروض من الشقق الفارغه في النصف الاول من العام ذاته، وفقاً للمنصات العقارية.